قد يراك البعض تقيا، وقد يراك آخرون مجرما، وقد يراك آخرون كذا أو كذا أو كذا، لكن الحقيقة أنك أنت أدرى بنفسك. السر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك هو سر علاقتك بربك، فلا يغرنك المادحون ولا يضرنك القادحون، لأن الحقيقة تقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية أنك لا تدري في أي فترة منهم ستكون الخاتمة. افعل الطاعة إخلاصا لا تخلصا، وحافظ على النفل تقربا لا تكرما، فأنت والله أحوج للطاعة، وربك سبحانه